السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزء الثاني من قصة آدم وحواء كاملة مع إبليس. تنويه: سوف نسرد لكم قصة آدم عليه السلام وزوجته حواء كاملة، والتي تم تجميعها من بعض كتب المؤرخين، ولا يوجد لدينا سند صحيح، لكن سوف نسردها من باب الطرف الفكري. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. من الذي أعطى إبليس فكرة التفاحة لإخراج آدم من الجنة؟ عندما غضب الله على إبليس المتكبر طرده من رحمته، ومن ذلك الوقت حقد إبليس على آدم، حسده أولا ثم حقد عليه. إبليس مخلوق متكبر حسود وحاقد، لا يحب أحدا سوى نفسه. أصبح شغله وهمه كيف يقضي على آدم وكيف يغره ليضلها. طرد الله إبليس من رحمته، قال له: اخرج فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال إبليس: أمهلني يا رب إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: إنك من المنظرين إلى يوم الدين، إلى وقت معلوم. قال إبليس: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأغوينهم أجمعين. كم هو ملعون إبليس، كم هو مكابر وكذاب. إنه يتهم الله سبحانه بأنه هو الذي أغواه، لم يلقي اللوم على نفسه لمعصيته، لم يقل إنه حسد آدم وحقد عليه، وإنه تكبر فلم يسجد ولم يطع الله. وهكذا كفر إبليس، استكبر ثم كفر، ظن نفسه أفضل من آدم لأنه مخلوق من نار، وآدم أصله طين وتراب. إبليس أناني، نسي أن الله خلقه وهو يأمره وعليه أن يطيع الله. حواء: خلق الله آدم وحيدا، ثم خلق من أجله حواء. فرح آدم بزوجه، وهي أيضا فرحت بلقائه. أسكن الله سبحانه أبانا آدم وأمنا حواء الجنة. الجنة مكان جميل، جميل جدا، أنهار كثيرة وأشجار خضراء خالدة، ربيع دائم، ليس في الجنة حر ولا برد، نفحات طيبة، عندما يملأ المرء صدره منها يشعر بالسعادة. قال الله ربنا لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها حيث شئتما، اسكن فيها حيث تحب، وكل فيها ما تحب، ستكون سعيدا فيها، فليس في الجنة تعب ولا جوع ولا عري، ولكن إياك أن تقترب من هذه الشجرة، إياك أن تسمع كلام إبليس فيخدعك، إنه عدو لك ولزوجك، إنه يحسدك يا آدم، يضمر لك الشر. انطلق آدم وزوجه حواء في الجنة ينعمان بظلالها ويأكلان من ثمارها. كان آدم سعيدا وكانت حواء سعيدة، كان سعيدين جدا، لقد خلقهما الله بيده ورزقهما من كل شيء، وكانت الملائكة تحبهما لأن الله خلقهما ويحبهما. آدم وحواء ينطلقان في الجنة هنا وهناك، يقتطفان من ثمارها ويجلسان على شواطئ أنهارها، شواطئ ساحرة جميلة من الياقوت والعقيق، والمياه الصافية العذبة تغسل أقدامهما، وهناك أنهار من عسل طيب ولذيذ، وأنهار من لبن وطيور وزهور، لا حدود لسعادة آدم وحواء، كل شيء في الجنة لهما، أشجارها وثمارها. كانا يأكلان من كل الثمار، ثمار مختلفة الشكل واللون والرائحة، ولكنها جميعا شهية. وفي كل مرة كانا يصادفان شجرة في وسط الجنة، شجرة جميلة المنظر تتدلى ثمارها، كانا ينظران إليها فقط، لأن الله نهاهما عن الاقتراب منها وتناول ثمارها. إبليس عدو الإنسان. طرد إبليس من صفوف الملائكة، لقد ظهرت حقيقته في أول امتحان، ظهرت أنانيته وتكبره، أصبح ملعونا رجيما، لم يعد له مكان بين الملائكة. إبليس يمتلئ حقدا وحسدا لآدم وزوجه، أصبح شغله الشاغل كيف يخدع آدم وحواء ويخرجهما من الجنة. قال في نفسه: أنا أعرف كيف أخدعهما، أنا أعرف أنهما سيصغيان إلى وسوستي، سأدعوهما لأن يأكلا من تلك الشجرة، وعندها سيشقى آدم، سيصبح شقيا مثلي، سوف يطرده الله من الجنة، حواء هي الأخرى ستشقى. الشجرة. جاء إبليس إلى آدم وحواء، جاء ليوسوس لهما ليخدعهما. قال لهما: هل رأيتما أشجار الجنة كلها؟
قال آدم: نعم، لقد رأيناها جميعا وأكلنا ثمارها. قال إبليس: ما فائدة ذلك وأنتما لم تأكلا من شجرة الخلد؟ إنها شجرة الملك الدائم والحياة الخالدة، عندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة. قالت حواء: تعال لنأكل من شجرة الخلود. قال آدم: لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها. قال إبليس وهو يقطعهما: لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكما عنها، لو لم تصبحا ملكين لما قال لكما ربكما لا تقربا هذه الشجرة، إنني أنصحكما أن تأكلاها، وعندها سوف تصيران ملكين ولن تموتان أبدا، ستصيرا خالدين تنعمان في هذه الجنة إلى الأبد. قال آدم لزوجه: كيف أعصي ربي؟ لا لا. قال إبليس: هيا لأدلكما عليها، إنها هناك في وسط الجنة. ذهب إبليس وتبعه آدم وحواء. كان إبليس يمشي متكبرا مغرورا. قال وهو يشير إلى الشجرة: هذه هي الشجرة، انظرا كم هي جميلة، انظرا إلى ثمارها كم هي شهية. نظرت حواء ونظر آدم، حقا إنها جذابة، شهية الثمار، شجرة تشبه شجرة القمح، ولكن فيها ثمار مختلفة وتفاح وعنب. قال إبليس: لماذا لا تأكلان منها؟ أقسم لكما بأني ناصح، أنصحكما أن تتناولا ثمارها. أقسم إبليس أمام آدم وحواء أنه يريد لهما الخير والخلود. وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم ربه، نسي الميثاق الذي أخذه الله عليه، فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود. في تلك اللحظات المثيرة مدت حواء يدها واقتطفت من ثمار الشجرة، أكلت منها، إنها حقا شهية، أعطت آدم منها. نسي آدم الميثاق فأكل منها، وهنا فر إبليس، راح يقهقه بصوت شيطاني، لقد نجح في إغواء آدم وحواء. الهبوط على الأرض. وفي تلك اللحظة التي أكل فيها آدم وحواء من ثمار الشجرة حدث شيء عجيب، تساقطت عنهما ثياب الجنة، أصبحا عريانين، بدت لهما سوآتهما. كانت هناك شجرة تين وشجرة موز عريضة الأوراق، لجأ إليها آدم وحواء، كانا يشعران بالخجل من نفسيهما، راحا يخصفان من ورق التين والموز ليصنعا لهما ثوبا يستر ما بدا من سوآتهما. شعرا بالندم والخوف والخجل، لقد ارتكبا المعصية، لم يسمعا كلام الله، سمعا كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما لوحدهما. سمع آدم وحواء صوتا يناديهما، كان صوت الله سبحانه وتعالى، قال: ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ ألم أقل لكما إن الشيطان عدو لكما فلا يخدعكما؟ بكى آدم بسبب خطيئته، وبكت حواء، ليتهما لم يسمعا كلام الشيطان. قال وهما يركعان لله في ندم: نتوب إليك يا ربنا، فاقبل توبتنا، تجاوز عن خطيئتنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا، لهذا تاب وأناب إلى الله. الله ربنا رحيم بمخلوقاته فتاب عليه، ولكن من يأكل من هذه الشجرة ومن يعصي الله عليه أن يخرج من الجنة، عليه أن يتطهر من خطيئته. قال الله سبحانه: اهبطوا إلى الأرض، اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض، ستستمر العداوة بينكما وبينه، سوف يستمر في خداعه لكما، ولكن من يتبع أمري، من يتبع كلماتي فسأعيده إلى الجنة، أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مثل مصير الشيطان. قال الله سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، اهبطا منا جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أصبح آدم وحواء مؤهلين للحياة في كوكب الأرض، لقد اكتشف آدم سوآته، أصبح جاهزا لأن يكون خليفة الله في الأرض، يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها، لهذا سجد له الملائكة. تصورت الملائكة أن آدم سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة، يعرف الأسماء كلها، يعرف حقائق مهمة. الملائكة لا تعرف الحرية والإرادة، ولا تعرف التوبة، لا تعرف الخطيئة، لا تعرف أن الذي يخطئ يعرف كيف يصحح خطأه ويتوب.
من أجل هذا خلق الله آدم ليكون له خليفة في الأرض. فجأة وبقدرة الله المطلقة هبط آدم وحواء، وهبط إبليس، كل واحد منهم هبط في مكان من الأرض. مشاهدين الأكارم، في الحلقة القادمة سنتعرف أين هبط آدم وكيف التقى بحواء بعد تفرقهما وأين تزوجا في الأرض. شكرا لكم وإلى اللقاء.